السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية الصف الثالث المتوسط في مادة الرياضيات. درسنا اليوم معدل التغير والميل. تسمح لك إحدى الألعاب المائية بالانحدار لمسافة 20 متر، ويصف معدل التغير في هذه اللعبة نسبة تغير المسافة التي يقطعها الشخص بالنسبة للتغير في الزمن. كيف نكتب معدل التغير للمسافة المقطوعة؟ التغير في المسافة على التغير في الزمن. ماذا يمكن أن تكون نسبة معدل التغير الذي قيمته 2؟ 10 على 2 أو 6 على 3 أو 2 على 1؟ أيها تحوي مسافة انحدار أكثر، اللعبة التي معدل التغير فيها 5 على 2 أم التي معدل التغير فيها نصف؟ ولماذا 5 على 2؟ لأن التغير في المسافة أكثر، وكلاهما له نفس التغير في الزمن. معدل التغير هو نسبة تصف معدل تغير كمية بالنسبة لتغير كمية أخرى. يعني بمعنى أصح، إذا كانت س هي المتغير المستقل وص المتغير التابع، فإن معدل التغير يساوي التغير في ص على التغير في س. إيجاد معدل التغير، استعمل الجدول المجاور لإيجاد معدل التغير ثم فسر معناه. معدل التغير بيساوي التغير في ص على التغير في س، يعني التغير في الريالات على التغير في الألعاب، يساوي التغير في التكلفة على التغير في الألعاب، اللي هو 156 ناقص 78 على 4 ناقص 2، يعني 78 على 2 يساوي 39 على 1، يعني معدل التغير بيساوي كل لعبة تكلف 39 ريالا. يبين التمثيل البياني المجاور عدد زوار إحدى مدن الألعاب. أوجد معدل التغير في الفترة من 1420 إلى 1422. 1420 317، 1422 324. أوجد معدل التغير في الفترة من 1422 إلى 1424. التغير في عدد الزوار على التغير في الزمن يساوي 324 ناقص 317 على 1422 ناقص 1420 اللي هي السنوات، يساوي 7 على 2، يعني 3.5. ازداد عدد الزوار خلال هاتين السنتين 7000، وذلك بمعدل تغير مقداره 3.5 آلاف في السنة الواحدة. أما التغير في عدد الزوار على التغير في الزمن بيساوي 325، اللي هو يخص سنة 1422 يا شباب، ناقص 324 اللي هو يخص سنة 1422 على فرق السنتين، فيصبح عندي 1 على 2 اللي هو نص، أي زاد عدد الزوار خلال هاتين السنتين 1000، وذلك بمعدل تغير مقداره 500 زائر في السنة. كيف يمكن إظهار معدلات التغير المختلفة على التمثيل البياني؟ أول شيء تغير رأسي في متوسط الفترة، تغير رأسي في أقل في الفترة، تغير رأسي كبير في الفترة ما بين 1424 و 1426. معدلات التغير الثابتة، حدد إذا كانت كل دالة في مياتي خطية أم لا. معدل التغير بيقول لي سالب 6 ناقص سالب 8 ناقص سالب 6 على 4 ناقص 1، يبقى سالب 8 زائد 6 على 4 ناقص 1 سالب 2 على 3. ثم سالب 10 ناقص سالب 8 على 7 ناقص 4، يبقى سالب 2 على 3. ثم سالب 12 ناقص ناقص 10 على 10 ناقص 7، يبقى سالب 2 على 3. سالب 14 سالب سالب 12 على 13 ناقص 10 اللي هي سالب 14 زائد 12، يبقى سالب 2 و13 ناقص 10 3. المعدل ثابت ويساوي سالب 2 على 3
أي أن الدالة خطية. حدد إذا كانت دالة فيما يأتي خطية أم لا. معدل التغير 12 سالب 10 على سالب 1 سالب 3 يبقى 12 ناقص 10 2 على 2 يساوي 1، وهكذا 16 ناقص 12 على 1 زائد 2 4 على 2 تساوي 2. قال له ده في اختلاف يا شباب، طب نكمل ونشوف. 2 على 2 تساوي 1، 4 على 2 تساوي 2. المعدل ليس ثابت، إذن ليست خطية، ليست خطية أو غير خطية. الميل، الميل يا شباب بيساوي التغير الرأسي على التغير الأفقي، أي فرق الصادات على فرق السينات. يمكن إيجاد الميل، ميم للمستقيم غير الرأسي المار بالنقطتين سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين بالمعادلة ميم يعني الميل. صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد يعني التغير في صاد على التغير في سين. وتعالى نحل مسألة. الميل عندي أربع أنواع: ميل موجب بالشكل ده شبه، ميل سالب بالشكل ده، ميل يساوي صفر أي يوازي محور السينات، وميل غير معروف يوازي محور الصادات. تعال نحل معادلة. اوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين سالب 4 و3 وسالب 1 وس. لازم اعرف ان الميل بيساوي صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، اي ان 1 ناقص 3 على سالب 2 سالب سالب 4. سالب دي بتاعت القانون، يبقى 1 سالب 2 على سالب 2، السالب اللي بره تضرب السالب اللي جوه تبقى موجب 2. تبقى عندي يا شباب، تصبح عندي يا شباب سالب 2 على 2 يساوي سالب 1. إذن الميل سالب. طب هات لي ميل المستقيم المار بالنقطتين سالب 3 و7 وسالب 3 و4. إذن الميل صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1 تساوي 4 ناقص 7، وسالب 3 سالب سالب 3 يبقى سالب 3 على السالب اللي بره تضرب السالب اللي جوه تبقى موجب سالب 3 على صفر. مين الصفر ده؟ ميل غير معروف، لا يمكن القسمة على عدد صفر. وما تقول لي بتساوي صفر؟ لا يمكن القسمة على صفر يا شباب. إيجاد الإحداثي إذا علم الميل. أوجد قيمة راء التي تجعل ميل المستقيم المار بالنقطتين دي ودي تساوي ثلث بالنقطتين 1 و4 وسالب 5 وراء. الميل صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، الميل ثلث. طب صاد 2 راء، صاد 1 4، سين 2 سالب 5، سين 1 1. اضرب الطرفين في الوسطين، 3 تنضرب في الراء 3 راء، الثلاثة تنضرب في سالب 4 سالب 12، الواحد ينضرب في سالب 6 تبقى سالب 6، ثلاثة راء تساوي ودي السالب 12 الجهة الثانية الجهة اليسرى تبقى سالب 6 زائد 12، ثلاثة راء بتساوي 6، الراء تساوي 2. سعدنا بحضوركم وعلى أمل اللقاء بكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.